رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان مراسم حفل توقيع اتفاقية استثمار وتشغيل ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية عن بعد عبر الاتصال المرئي مع شركة هاتشيسون الصينية للموانئ، وذلك لتشغيل محطة عالمية متعددة الأغراض بمدينة جازان. إذا بدأ في تشغيل ميناء المدينة اليوم سيمثل نقلة نوعية كبيرة لما تمثله الموانئ من ركيزة أساسية للخدمات اللوجستية بالمدن الصناعية لتمكين سلاسل التوريد الصناعية والخدماتية وحركة النقل والصادرات، وليكون رافداً هاماً للمدينة وما جاورها، مستغلين الإمكانيات التي يتمتع بها وطننا ومنطقة جازان خاصة لما تتميز به من موقع على ساحل البحر الأحمر في جنوب المملكة وعلى طريق التجارة الدولية التي تربط بين شرق آسيا ودول أوروبا، علاوة على قرب الميناء من دول القرن الإفريقي والتي تعد من أهم الأسواق الناشئة بما يتيح زيادة التجارة التبادلية بين تلك الأسواق. يضم ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية محطة حاويات ومحطة شحن عامة ومحطة للسائبة الجافة مجهزة بأحدث معدات المناولة وغاطس رصيف بطول أكثر من 16 مترا، وستبدأ العمليات التجارية للمرحلة الأولى للميناء في منتصف عام 2021، كما سيبدأ العمل بمحطة الشحن العامة والسائبة الجافة مع رصيف يبلغ طوله 540 مترا بما يخدم الاحتياجات الفورية والمتزايدة من المستأجرين في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، فيما ستبدأ المرحلة الأولى من التشغيل التجاري لمحطة الحاويات في أوائل عام 2022 عبر رصيف بطول 730 مترا. عبد الله الفيفي، جازان.